العلم لا يقف عند حدود العمر كي يحقق المرء أحلامه، هذا ما آمنت به مجموعة من النساء في الداخل الحلبي. فمشروع إعداد أم لمحو الأمية مشروع تتعلم به النسوة القراءة والكتابة، بالإضافة لتعليمهن بعضا من أمور دينهن مما لم تتوفر لهن في السابق فرصة للتعليم. أنا مدرسة في معهد الطرسوسي، رب العالمين أكرمني أكون في هالمكان عشان نكون مع النساء، سبحان الله، ناخذ بايدهم ونعلم ونشتغل معهم بفقه المراه المسلمه، ونشتغل معهم في احكام الصيام، هذا كله الحمد لله رب العالمين. امينه. وياتي هذا المشروع لمواجهه ظاهره ارتفاع مستوى الاميه، وخصيصا في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من قبل حكومه النظام وشريكتها روسيا لنشر الجهل والدمار في البلاد، حيث انطلق هذا المشروع منذ اكثر من 3 شهور قد مضت وما زال مستمرا حتى يومنا هذا، رغم الحصار والقصف المستمر الذي تعيشه المدينة المنكوبة. مشروع إعداد أم في حوالي 3 أشهر، وما زال المشروع قائم لحد الآن. إحنا مستمرين إن شاء الله في الشهر الرابع. الحقيقة إحنا كانت دروسنا عبارة عن دروس توعية دينية، بالإضافة إلى دروس محو الأمية لمجموعة من المستفيدات الأخوات هون عنا. أول ما كان شاباً ساعدته في أمور. أم عامر هي إحدى المستفيدات من هذا المشروع، والتي تواظب هي وزميلاتها على الدوام في المركز رغم كل الصعوبات، لأن إيمانها بالعلم يفوق كل التحديات. وجبت عليه إعادة الصلاة. يعني أنا هلأ ما كنت أعرف لا أقرأ ولا أكتب، والحمد لله أنه صار لي فترة منيحة تعلمت وأيقنت قراءة العديد من الكلمات، وصرت يعني تمكنت من قراءة القرآن الكريم. ولعل حضور المتعلمات إلى هذا المركز جاء إيمانا بالمقولة أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا. لأخبار حلب اليوم، علاء الشريف، حلب. لأن كانت تعينه في حياته بأمر الدعوة.